بعد أن أكملت شركات الدعاية والإعلان عملها في الدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، لم يسدد العديد من المرشحين وأحزابهم أموال حملاتهم الدعائية لتلك الشركات. أصحاب شركات الإعلان أكدوا أن النسبة الأكبر من المرشحين لا يقومون بتسديد ما عليهم من أموال للحملات الدعائية التي يقومون بها. كل المرشحين إذا مو يعني النسبة الأكبر حتى أكون دقيق، أنه يكون التسديد بطيء ويتثاقل من عنده. أصحاب الشركات اشتكوا من عمليات الاحتيال التي مارسها معهم المرشحون، لا سيما الخاسرون منهم. بعد ما طلعت النتائج الأولية وعرف هذا المرشح للأسف نفسه خاسر، تهرب عن دفع بقية المستحقات للمؤسسة الإعلامية، وشوف دائما صاحب هذه المؤسسة على اتصال مستمر بالمرشح، أما جهازه مغلق أو يتعذر بأعذار واهية بعدم الدفع. بعضهم يقول أنا خاسر، يعني خسرت المفروض ما أدفع، وهذا طبعا لا تعتبر من المعايير الأخلاقية الصحيحة اللي يجب أن يتمتع بها المرشح اللي من الممكن أن يكون مستقبلا هو ممثل عن الشعب. أموال الدعاية الانتخابية لم تشمل الانتخابات الأخيرة فحسب، بل إن بعض المرشحين لم يقوموا بتسديد ما عليهم من أجور الحملات الدعائية للدورة الانتخابية الماضية. سبق وأن بالانتخابات السابقة يعني إحنا لحد هسه أكو يعني مبالغ ما مستحصليها، يعني من المرشحين أكو قسم يعني خسر ما تقدر تحصل من عنده، يقول لك أنا خسرت، فتبقى تحاول يا مرة مرتين ثلاثة يعني بعدين تتعب فتترك الموضوع. ولم تكن الدعاية الانتخابية للمرشحين آخر عمليات الاحتيال التي تتعرض لها شركات الدعاية، إذ أكد أحد العاملين في مجال الإعلان في محافظة القادسية أن مجلس المحافظة ودوائر الدولة في الديوانية لم تقم بدفع أجور الإعلانات التي نفذها لهم منذ فترة طويلة. أطلب ديوان محافظة الديوانية الدائرة نفسها أطلبهم بحدود 13 ورقة. مواطنون قالوا إن بعض المرشحين تركوا المكاتب التي كانوا يستأجرونها لحملاتهم الانتخابية بدون دفع المستحقات لأصحابها. بعض المرشحين للأسف الشديد بعد ما أجر مكاتب وكان يعمل دعاية ضخمة إليه، بعد ما اكتشف نفسه خاسر هجر هذا المكتب بدون أن يدفع مستحقاته المالية لصاحب الملك. هكذا يتعامل المرشحون وأعضاء مجلس النواب مع حقوق المواطنين قبل دخولهم قبة البرلمان، ليبقى التساؤل مطروحا حول ما سيقدمه هؤلاء للشعب في حال توليهم المسؤولية في البرلمان.